بسم الله الرحمن الرحيم. In this dialogue, you will learn how to ask each other about daily education routine or daily work routine. So, الوقت mean time. الحوار dialogue. انظر واستمع وردد. Look and listen and repeat. Anis says, متى تقومين من النوم؟ متى when تقومين you wake up من النوم from the sleep. متى تقومين من النوم؟ when do you wake up from sleep or when do you wake up. أقوم I wake up الساعة السابعة 7 o'clock. أقوم الساعة السابعة I wake up at 7 o'clock. Mata when tazhabina you go ila to al madrasa the school. Mata tazhabina ila al madrasa. When do you go to the school? Azhabu I go as-sa'ata as-samina at 8 o'clock. أذهب الساعة الثامنة. I go at 8 o'clock. هل do تذهبين you go بالسيارة by the car. هل تذهبين بالسيارة do you go by the car. لا no أنا I أذهب go بالحافلة by the bus. لا أنا أذهب بالحافلة I go by the bus. متى when تصلين you go or you reach. متى تصلين when do you reach إلى to or at المدرسة the school. متى تصلين إلى المدرسة؟ When do you reach the school? أصل I reach I arrive الساعة التاسعة at 9 o'clock. أصل الساعة التاسعة I arrive at 9 o'clock. اس لكن جيبو نساء يس السلام عليكم وعليكم السلام يو ار انيس نبيلة ايوبو ايوبا you want me to read this يس انيس شازية نعم نعم Shazia, أستاذ you are Taqwa. Jabunisa, you are Anis. Start reading. Anis Mata Takua Takumina. Takumina Mina Naum Aku Musa Tasabia Mata تذهبين إلى المدرسة. أذهب الساعة الثامنة. هل تذهبين بالسيارة؟ لا، أنا أذهب بالحافلة. متى تصلين إلى المدرسة؟ أصيل الساعة الساعة التاسعة. متى No. Shazia, you are first. Jabunisa, you are second. Translate into Arabic. When do you wake up from sleep?
متى تقومين verb أقوم. what is the verb متى أقوم؟ تقومين تقومين. طب سر ورڈ مطلب ورب، مین ورب کیا ہے اس کا؟ مین ورڈ کیا ہے مطلب فرسٹ فارم، کیسے بولتے ہیں اس کو؟ قام فارم. اچھا فارم، نام. قاما نام، نام. تقومین متى تقومین الى النوم، من النوم. How do I say I? أنا أنا تقومين أقوم أنا أقوم أقوم at What time do you من wake up? In English? 6. Okay, أقوم الساعة السادسة السادسة. أوكي الساعة السادسة السادسة، السادسة. وين متى متى تذهبين إلى عمل المدرسة؟ إلى العمل أمل When do you إلى go to العمل. work? متى تذهبين إلى العمل؟ I go at 4. You go at 4 o'clock. Oh no. Go to school? I go to school. I work at 8. Okay, you go to work at 8 o'clock. Am I right? Yes. So, Azhabu. Azhabu. الساعة الثامنة أذهب التسمينة. أذهب أذهب الساعة الثامنة الساعة الثامنة. Do you go back? هل تذهبين إلى السيارة؟ من بالسيارة سي بالسيارة. ها، هل تذهبين بالسيارة؟ What that mean? Do you go by the car? So how do you go to work? By car, by bus, by train? Car سيارة So you will say بالسيارة. بالسيارة. Okay. When do we start school? متى ار سرور بتا دیجیے. متى I mean what is تصلين what كسي تصلين تسينينا Yes متى تصلين سنا تو نو نو This is different تو صاد لام يا نون تصلين تسينينا Pronunciation is متى different تاس متى تحصلين إلى الفيل من إلى العمل متى تصلين إلى إلى العمل العمل إلى العمل متى تصلين إلى العمل؟ أنا تصلين أنا أصل أنا أصل So when do you reach the work? 8:30. So الساعة الثامنة والنصف أنا تسامينا أنا ونس. أنا أنا أصل أسيلو الساعة الثامنة أسا تسامينا والنصف ونس. Shazia, answer according to yourself. متى تقومين من النوم؟ أقوم ساتس س... واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة س... سابية صابية you wake up at 7 o'clock six. ها نو six. how to say six. ستة
सादिसा सादिसा, अकोमो सादिसा, सादस सादिसा सब। सादत, सादिसा। हल अंती तालिबा अम हल अंती मुअज्जिफा अम أنا مدرسة في المدرسة. اوكي متى تذهبين إلى المدرسة؟ أذهب ساعة السابعة. سابعة هل تذهبين بالسيارة؟ نعم، أذهب بالسيارة. متى تصلين إلى المدرسة؟ Yes. أسيل هاف آر، وكيف بولينج سابيا والنصف، سات السابيا والنصف. Okay. ماذا تدرسين؟ ماذا تدرسين what do you teach in this تدرسين؟ room؟ نعم، أدرس ماث اند ساينس. سر كيا بولينج؟ أدرسو the word is أدرسو مدرس. I teach ها، أدرسو، أدرسو، yes أدرسو then أدرسو. جس उसको कुछ बोलते ना मैथ्स के लिए वर्ड होता है, मैं भूल रही हूँ. mathematics do you teach यस, mathematics नाम नाम रियाजियात हाँ, रियाजियात एंड साइंसेस आल्सो. तो उलूम व्हाट वी कॉल इट, उलूम उलूम, यस उलूम, उलूम. हाँ, नाम. उधर उदरसु रिसू الرياضيات والعلوم الرياض والعلوم. نعم، उधर रिसू الرياضيات الرياضيات، الرياضيات وعلوم، والعلوم والعلوم، والعلوم. اوكي جابوا نساء Yes, sir. Answer me according to yourself. متى تقومين من النوم؟ When do you wake up from sleep? I wake up at 5 o'clock. Okay. Anna. In Arabic. متى تأتيك من النوم؟ أقوم أكومو. yes الساعة الخامسة الساتل أمسا. أقوم الساعة الخامسة أكومو سامتا. أقوم أكومو الساعة الخامسة أكومو أسا. How do I say wake up? أقوم أقومو الساعة الخامسة الساعة الخامسة. متى تذهبين إلى العمل؟ أنا I go at 8. Okay. So in Arabic, I don't know. أذهب أذهب الساعة الساعة الثامنة. الثامنة، الساعة الثامنة هل تذهبين بالسيارة؟ سيارتي. نعم نعم بالسيارة نعم، yes. نعم بالسيارة. متى تصلين إلى العمل؟ I reach at 8:30. أنا أصل أصل
الساعة الساتس الثامنة ثامنة والنصف. ونس In this dialogue, we learned how to ask about each other's daily education routine or work routine. In the next dialogue, we will learn about seasons, about the current weather situation, inshallah. We will do this dialogue next time. Now we will practice some vocabulary, inshallah. Nabilat Ayubu. نعم. Okay, tell me the best answer. Choose the correct option. You have four options here. Okay. Which option best? Okay. Choose any option, don't Number open. two, Yeah. number two. Pronounce it. Al-waladu. Al-waladu. Next. Yashrabu. Yes. Haliban. Correct. Next. Okay. Number one. Pronounce it. لديها كلب. لديها كلب. Number four. Pronounce it. Pronounce everything. Okay. الولد ليس لديه قلب. قلم. Number four. النساء ليس oh. It's wrong. Should I pronounce it? Yes, pronounce everything. Number four. النساء لديهن أرز. Number one. هو هو لا يمشي. هو يجري. Number one. pronounce. Okay. هو يمشي. هو لا يجري. Number three. الولدان لديهما ماء. هن يجرين. الولد نائم. هما نائمتان. Which option? Number three. هما. Okay, number two. هما نائمتان. هما نائمتان. هن يجرين. هما نائمتان. هما
هو يجري. هو يجري. الحليب أبيض. صافي بل كيسو. شادية. نعم. الحليب أبيض. pronounce it. الحليب أبيض. What to do, sir? pronounce it. الحليب أبيض. الأرز أبيض. الأرز أبيض. الحليب أبيض. فور نمبر فور. الحليب أبيض. الحليب أبيض. الأرز أبيض. نمبر ثري. الأرز أبيض. السيارة السيارة بيضاء. بيضاء أبيض. السيارة بيضاء. Okay, monas because it is feminine. Okay. السيارة خضراء. السيارة خضراء. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. السيارة Number three. بيضاء. السيارة خضراء. Number three. السيارة سيارة خضراء. خضراء. الأرز أبيض. The rice is white. Number one. الأرز أبيض. الحليب أبيض. The milk is white. Number one. الحليب أبيض. الأرز أبيض. Choose the translation what you. الأرز أبيض. The rice is white. Number two. الأرز أبيض. السيارة بيضاء. The car is white. Number four. السيارة بيضاء. التفاحة خضراء. الضفاء apple is green. التفاحة خضراء. السيارة التفاحة بيضاء. خضراء. السيارة بيض. Number two. نعم number four. The car is white. السيارة بيضاء. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. Number two. التفاحة خضراء. السيارة خضراء. The car is green. Number two. السيارة خضراء. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. Number four. The apple is green. التفاحة خضراء. الحليب أبيض. The milk is white. Number four. الحليب أبيض. التفاحة خضراء. The apple is green. التفاحة خضراء. السيارة خضراء. السيارة. The car is green. Number four. السيارة خضراء. Yes, لكن حسن. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. answer this. tell me the answer. المرأة تقود سيارة. Mr. Hassan. نعم. What is the answer? النساء النساء يسبحن.
مستر حسن لديهما جواد. لديهما جواد. Which option؟ السيارة خضراء. السيارة خضراء. الحليب أبيض. الحليب أبيض. الأرز أبيض. الأرز أبيض. السيارة بيضاء. السيارة بيضاء. السيارة كبرى بكا إزبرين. السيارة خضراء. الحليب أبيض. The milk is white. الحليب أبيض. Number one. الأرز أبيض. The rice is white. الأرز أبيض. الحليب أبيض. The number one. The milk is white. الحليب أبيض. السيارة بيضاء. The car number four. The car is green. السيارة بيضاء. No. The car is white. Number السيارة two. بيضاء. Now. The apple is green. التفاحة خضراء. التفاحة خضراء. الأرز أبيض. The rice is white. الأرز Number. أبيض. السيارة خضراء. The car is green. Number one. السيارة خضراء. التفاحة خضراء. The apple is green. التفاحة Number four. خضراء. السيارة بيضاء. The car is white. السيارة بيضاء. التفاحة خضراء. The apple is green. Number four. التفاحة خضراء. We will stop here and next time inshallah continue. Does anybody have any question? No, no, not at all. See you all next time inshallah. Ma'assalama. إلى اللقاء. وعليكم السلام.